Emma. ثمانية وثلاثين عام وأنا في هذه الحرفة ديال الصنع تعلمت ليه وزلمة زوين اللي عمرها دار كلينا منه شربنا منه عاونت بيه دارنا عاونت بيه والدينا الحمد لله من اللي كبرت بقيت مشيت تجوكوز هواية ديالو خصني ضروري المنشج ما يحيدلياش من الدار ديما يكون معايا المنشج والحمد لله كبرت به بنياتي جوج عندي جوج بنيات وليد كبرت به بنياتي كبرت به ولدي قريت وليدي بنيات الحمد لله مشاو جوجو كلها مشات دارت محلها ودابا نيت بحال كرا باقي لولدتي قرا تنقري في وليدي منها الحمد لله درت قرعه شديت فيها من يورونس حطيت فيها 120 الف ديال السلعه والاخرى خليتها تنخلص منها المعلمات يجوني العيالات نعبر لهم الخيط نعطيهم يخدموا ويجيبوا لكا ملي صحه القضيه غاديه زوينه محركه قلت راه غندير التعاون كا التعاون كا انا اللي اسستها ما مشيت لجمعت العيالات عطوني لي كارت ديالهم جمعت الوريقات واسست التعاون كا اسست باش نتعاون معايا الدوله اللي درنا هذه العامين كالت معنا الناس عام المنتوج الحمد لله عام سيرو تيكبر كالت معنا الناس وشربت العيالات ما في حالهمش كاين اللي راه عندها خمسه الوليدات في الدار ما عداش ما تعطيهم تاكل الا ما خدمتش معنا وما ديش الوليدات باش تقدى الوليدات ما عداش باش تخلص الضو والحمد لله كالت معنا الناس الله اللي تيعلم خدامه معايا راه حتى ل 50 مره حتى ل 60 مره تتولي تولي حتى ل 60 مره شي وقت وبالمره داك الشيء على حسب الكوموند الا كان كثير خصنا تنكثروا العيالات هاد السلعه زينه 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 المنتوج زين وكان راجل مرض وريح واللي مرض صافي ما قدر يتحرك ما يخدم ما والو صافي والحمد لله هي قال لي صقرنا بها هي قال لي باش تشري تنخدم وتنشري لي الدواء وتناكلوا منها خبيز وكلينا منها وشربنا منها والحمد لله ودابا راه جا لاباس راه صح جا لاباس دابا ملي درت التعاونيه نهار 24 في 2018 الحمد لله راه هو اللي ولا مسؤول هو اللي مقابل التعاونيه هو اللي خدام اللي قبل مزيان والحمد لله يا ربي وشكروا لله ديما نفضل الله ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.